رجعنا ولله الحمد لله بالأمس بدراسة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحضاري المعروف بشيخ الإسلام رحمه الله. ذكرنا أمور قبل الدراسة، منها فهرست هذا المتن المبارك المقدمة أدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة ثم مجمع اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور شتى، ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين طريقة أهل السنة والجماعة العملية، ثم ختم بخاتمة على ما سيأتي بإذن الله تعالى. بدأنا بدراسة المقدمة، وذكرنا أن المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات، وأيضا ذكرنا أهمية هذا العلم وهو باب الأسماء والصفات. لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بل مع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والذي يترك هذا الباب ولا يعني يفرد الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد فهو تركه أفضل. وهذه حالات حياة القلوب دخول الجنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن قلنا الذي يقول أن ما في الكتاب والسنة هناك أشياء لا يمكن الوصول إلى معناها، ومن هذه الأشياء الأسماء والصفات. آية الأسماء والصفات يقول أن طريقة السلف في تفويض المعنى، قلنا هذا الكلام فيه تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال يدبر آياته ولم يستثني شيء، وتجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابه رضي الله عليهم استطال الفلاسفة. يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا نرجع في معاني الآيات وأحاديث الأسماء والصفات إلى من؟ إلى متهوكل الحيرة المجوس فلاسفة اليونان وغيرهم، هم الذين يشرحون لنا ما معنى. ومعنى هذا أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف معاني هذه الكلمات والأسماء والصفات، أو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المعنى لكن كذب، أو يعرف المعنى لكن عبر ورأى من المصلحة أن يتكلم بغير الحق. سبحان الله، هؤلاء ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك قالوا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. بعد هذا ذكرنا ما يتعلق بالأدلة من القرآن، وذكرنا أن المؤلف رتب ذكر سورة الإخلاص لأنها بوصف الله وتخلص قارئها من الشرك، والسورة قلنا مسورة بسورة، وهذه السورة ليس فيها قصص ولا أحكام، بل التوحيد لا تخلو منه آية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى في صاد وياسين وطه مثلا. ما التوحيد في هذا؟ التوحيد أن هذا كلام الله. ولو قال قائل طيب ياسين وطه وكذا هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمور الله أعلم. الأول لو لم يثبت هذا عن الصحابة، أحد من الصحابة رضي الله عنهم كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بياسين وطه، ثم أن هذه من الحروف المقطعة أو أهل السور، وإذا قلنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا قلنا أن ياسين
طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من هذا أن نقول ألف لام ميم صاد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لا يقول أحد، لكن أنا وجدت طالب من شرق آسيا سأل ما اسمه، قال ألمس ألف لام من صاد. نعم، فالأسماء في اللغة العربية كذلك لها معنى. وياسين الطاهر سلام، لو قال قال طيب هذا معنى أن في القرآن ما يمكن الوصول إلى معنى ياسين الطاهر وألف لام من صاد، نقول لا، اختلف العلماء في هذه الأحرف المقطعة. نعم، إذا من التشابه النسبي الذي يعرف بعض الناس دون بعض، وهذه من الحروف التي ركبت بها القرآن. والله سبحانه وتعالى تحدث كفار مكة أن يأتوا بآية، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، ما استطاع. الأمر الذي نريد أن ننبه عليه، نبهنا بالأمس على مسألة المجاز، وأنه لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة نجعل القاعدة مضطردة، وأن القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد اقتراض القرآن المفضل الثلاثة، وأن طاغوت الفلاسفة، وأن يفتح باب شر على الناس وتلاعب، وأن الإنسان إذا أنكر المجاز لا يلحق شيء، لكن إذا أنكر شيء من الأسماء والصفات ضلنا عن الطريق المستقيم، وغير هذا مما ذكرناه بالأمس. يبقى معنا كذلك يتعلق باللغة العربية، لا يمكن أننا من أجل أن ندافع عن اللغة العربية نتعدى على ما عن الكتاب والسنة. اللغة العربية قبل نزول القرآن هل كان لها شأن؟ لا، عرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تناحروا فيما بينهم، ليس لهم شيء، لا حضارة ولا ثقافة ولا غيره. رفعت اللغة العربية لأن القرآن نزل بهذه اللغة. وتجد بعض الناس هدانا الله إياه يعني لا يعرف شيء حتى في اللغة، ويبدأ يتكلم ويأتي بأشياء كما يذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يتكلم بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال واحد من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن في القرآن ما ليس بعربي؟ لا والله، هؤلاء كفار. لكن يأتيك اليوم بعض الناس يقول في القرآن ما ليس بعربي، تقول مثل مين؟ تقول مثلا إبراهيم إسحاق يا أخي، هذا والله من الجهل. الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات، وذكرنا لكم هذا أن من الإلحاد في أسماء الله أن معنى الاسم يعني يأتي الآن هذا بلغتنا يشرح معنى الرحمن، يقول الرحمن بلغته ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواسعة، يصح الحكيم بمعنى الحكم والحكم بلغة يتكلم يصح، لكن يسمي الله ينادي الله يقول يا خداي ما يصح. هؤلاء الذين يعني يتظاهروا بشيء من الحضارة وكذا، يقول مثلا أو ماي جاد، قال ليس من أسماء الله، هذا إلحاد في أسماء، فالأسماء تحكى كما هي في كل اللغات. ثم هذه يعني مثلا قصورة وكذا، هذه صارت بالاستعمال عربية. أحيانا يقول هذا على خلاف الأفصح، ما يمكن يقال هذا في الكتاب والسنة، صحيح؟ يقول خلاف الأفصح. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر في حروف الجر الله أعلم ثلاثة، حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد، هذه حروف الجر. هل يمكن أن نقول في القرآن شيء زائد؟ ما نستطيع. ما قال هذا كفار مكة. فجاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ووفق الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، وقال مثلا
في حروف الجر الزائدة عندما يأتي الحرف جر زائد ماذا يقول عنه إذا جاء في القرآن؟ يقول هذا زائد 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 من حيث الإعراب وزائد لتوكيد المعنى حتى لا يقول أحد أن هناك في القرآن شيء زائد ولا نحتاج إلى هذا ولا بد من حذفه. يقول زائد من حيث الإعراب وزائد لتوكيد المعنى. فهذا أمر مهم جدا لا بد أن يعرف. ذكر الأدلة بعد أن ذكر سورة الإخلاص ذكر آية الكرسي ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيات فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بارك الله فيك. إذا أردت أن تكون على طريقة السلف في هذا الباب باب الأسماء والصفات تكون على ما قال الإمام مالك إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. تسير على هذه الطريقة في كل الصفات. يوم يكشف عن ساق تقول نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت لنفسه إثبات عينين يدين والرحمة وغيرها. تقول ولذلك نقول في كل صفة الآن من الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى. نثبت لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين حقيقيتين حتى لو في المجاز. تليق بجلالة عظمته التنزيه إثبات مع تنزيه لا بد. إثبات تنزيه المعاني معلومة نقول معنى لله ونؤمن أن لله كيفية تليق بجلالة عظمته لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. القول السديد لو قال لك قائل ما هو القول السديد في من سأل عن كيفية صفات الله تقول القول السديد هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى استواء معلوم والكيف مجهول معلوم المعنى والكيف مجهول يعني نجهل كيفية نثبت لا كيفية لكن هذا لا نعلم لأن لم نر الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عليه السلام فيه والإمام به واجب نثبت والسؤال عنه بدعة. إثبات تنزيه معاني معلومة والكيفية عند الله والسؤال عنها بدعة. تسير على هذه الطريقة فأنت على طريقة السلف. ولذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله وغيره من الأئمة يقول عندنا ثلاث آيات. الآية الأولى وهو السميع البصير إثبات. الآية الثانية تنزيه ليس كمثله شيء هو يعد هكذا. الآية الثالثة ولا يحيطون به علم إثبات وهو السميع البصير تنزيه ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. نقول أن المعاني معلومة ونؤمن أن لا كيفية الاختيار تعقبت لكن هذا الكيفية لا نعلمها والسؤال عنه بدعة وانتهى الأمر. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. بعد هذا وصلنا إلى نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على تبارك قلنا إما أن تعود على الله سبحانه وتعالى أي تعالى وتعالى أو تعود على اسم الله تبارك اسم ربك. إذا عاد على اسم الله يعني كل شيء يذكر على اسم الله تحل في الباطن. تسمع الذبيحة تكون حلال تنسى التسميع حرام تسمي على الطعام والشراب تحل فيه البركة ولا يأكل معك الشيطان تسمي عند الجماعة تسمي عند دخول المنزل. تبارك الذي نزل فيها فوائد أن القرآن منزل لا مخلوق وأنه كلام الله وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الذي نزل الفرقان القرآن له أسماء منها أنه فرقان أي يفرق بين الحق والباطل ولهذا قيل أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق لأنه عليه الصلاة والسلام يفرق بين الحق والباطل ولا بد يكون هذا حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد المفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان
على عبده. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة تشمل كل مخلوق، من كل من في السماوات والأرض إلا كالرحمن عبدا، عبودية قهر أي تحت قهره وتصرفه، لا أحد يستطيع أن يخبر أي هكذا، نعم خليكم عن ملك الله. الثانية عبودية خاصة بمن؟ بالمؤمنين وعباد الرحمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل الخلق لا، الذين استجابوا لله والرسول، عبودية طاعة. تعالوا عبودية طاعة. من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا شرب كثيرا. عبودية عامة، عبودية خاصة وعباد الرحمن، عبودية خاصة خاصة. أعلى مقامات العبودية عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن مقام بكل عبادة أمرهم الله بها، وأكمل عبادة هي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده، في مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل القرآن على عبده، واذكر عبادا إنه كان عبدا شكورا، أي عبودية خاصة 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 بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يشاركون في أحد. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لماذا؟ قال ليكون للعالمين، هذا فيه عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين، وأن كل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر، كائنا من كان، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ما إلى ذلك. ولا يمكن أحد أن يتخلف عن شريعته عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو كافر أكبر. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذا من شك في الكفر، اليهود والنصارى الذين في زمن عليه الصلاة والسلام بلغتهم الدعوة والذين في زمن اليوم، فهذا كافر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، يعني باطل، من الذين أوتوا الكتاب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت باطل ليكون للعالمين. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس، ليكون للعالمين نذيرا. نعم. الذي له، أخذنا بالأمس تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر: إياك نعبد وإياك نستعين ولله ما في السماوات وما في الأرض. تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. له لا لغيره. هل لأحد ملك مع الله؟ لا. شرك، عون، شفاعة، قلنا هذه الآية هي التي قال عنها ابن القيم رحمه الله أنها تقطع شجرة الشرك من القلب مع حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم، قل ادعوا الذين زعموا. قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يخلق في ما الحكاية؟ موقف واحد من هنا، واحد من هنا، واحد يا رجل ماذا تصنع بهم؟ قلنا لا تعطيهم طعام، لا تكفر عليهم طعام ولا بالشراب،
نعم. يا اخوانا انا اريد اسال سؤال. الصحابه رضي الله عنهم قلنا لكم خرجوا الى الجهاد وامر عليهم امير واعطاهم جراب من تمر. جراب تمر هذا اسمع جراب. فقال لهم جراب، قال ماذا كان يصنع الجراب؟ قال يعطي المجاهد في يوم كامل يمشي، احيانا يمشي في اليوم 40 كيلو. نعم. قال يعطينا تمره. قال وما تغني عنكم التمره؟ قال والله لم نعلم قيمه هذه التمره الا بعد ان فقدها. يضعها في فيه ويشرب عليه الماء حتى يعني يشعر ان الماء فيه شيء، يعني ان الشراب كان فقد التمره. ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى هذا الحوت العنبر. لو تنظر في حال الصحابه رضي الله عنهم، سبحان الله، قفلوك عمود انت عند العمود. حال الصحابه السبب في القوه توحيد الله، لانه ما كان عندهم ذاك الطعام ولا ذاك الشراب. صحيح؟ نعم. لكن كان ياتوا احيانا، وإذا أراد أن يعدوا عدد المسلمين يعدوا خالد بألف، علي بألف، حمزة بألف، أبو عبيدة بألف. رجال صدقوا مع عهد الله عليهم، لا طعام لا شراب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القديم كان الناس يموتوا من الجوع، اليوم الناس يموتوا من الشبع. ما تسمع أحد أنه مات من الجوع، يموت من الشبع. قوة من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقال والله أعلم. عندما بدأت المعركة انطلق الزبير رضي الله عنه كالسهم، الجيش صفوف عدد كبير جدا، وهذا يدخل كالسهم. قالوا لا يمكن ان يكون هذا مقاتل، افتحوا له الطريق لعله رسول. فتحوا له الطريق، شق الصفوف، دخل القائد قضى عليه فرجع. سنة ابن الاقوع في صحيح البخاري جاء جيش الى المدينه واخذوا وقت الناس في غفله، اخذوا الاموال، اخذوا شيء من الابل وكذا وفروا. راهم سلام سلام بن الاكوع رجل واحد رضي الله عنه، فصاح في الناس ان ادركوني، وركب على فرس واخذ يلحق بهؤلاء. نظر سلام انه لو بقي على الفرس لم يدرك هؤلاء. ماذا صنع؟ نزل من على الفرس اسرع من الفرس، يعني ممكن 40 كيلو في الساعه. نعم. أدركهم وأخذ كل ما أخذوا. رجل واحد يقاتل جيش، وكان يرميهم ويقول خذها وأنا ابن الأقوى واليوم يوم الرضع. قال اليوم نعرف من فطرة أمه، يقول كأنهم صغار ما زلتم في الرضاعة وأنا فطرة الأم من قديم. نعم.